لو ما شفتش الجزء الاول والتاني من حكاية ناروتو اوزوماكي فروح اتفرج عليها دلوقتي عشان تقدر تفهم بقية الحكاية. في الجزء اللي فات من حكاية ناروتو مات الهوكاجي التالت على ايد اراتشومارو بعد ما خسر اراتشومارو هو كمان ايديه بتقنية الهوكاجي التالت، وهرب اراتشومارو من القرية بعد ما خسر تقنياته، ولكن قدر نينجا قرية ورقة الشجر انهم يهزموا جيش اراتشومارو، ولكن كانت خسائر قرية ورقة الشجر انهم خسروا الهوكاجي التالت لانه مات قدام اراتشومارو. وبيبدأ الجزء الثالث من حكاية ناروتو اوزوماكي وبيكون في عزا كبير جدا في القرية توديعا للهوكاجي الثالث، وبيكون كل اهل القرية بيودعوا الهوكاجي الثالث وهم عمالين يعيطوا، وبيخلص العزا وبعدها بفترة بيقرر مجلس القرية انهم هيعينوا الهوكاجي الخامس، وبعد تشاور كتير جدا بيقرر مجلس القرية ان اللي هيكون الهوكاجي الخامس هو جيارة لان هو انسب واحد انه يكون الهوكاجي الخامس دلوقتي، وبيعرض مجلس القرية على جيارة انه يكون هو الهوكاجي، ولكن جيارة بيرفض انه يكون الهوكاجي وبيقول لهم ان هو عمره ما هيكون هوكاجي وان هو مش هيصلح للشغلانة ديت، ولكن مجلس القرية بيصر ان هو اللي هيكون الهوكاجي لان هو اقوى شخص في القرية دلوقتي، ولكن جيرا بيقول لهم ان في شخص اقوى منه وان هو اللي يستحق انه فعلا يكون الهوكاجي، وبيسالوه هو مين الشخص دوت، فبيقول لهم ان الشخص دوت هو تسونادا، فبيقولوا ان تسونادا سايبه القريه من بدري جدا وما يعرفوش مكانها وما يعرفوش ازاي هيقولوا لها انها بقت الهوكاجي الخامس، فبيقول لهم جيرا ان هو هيروح عشان يدور عليها ويرجعها للقريه ويتم تعيينها الهوكاجي الخامس، وبيوافق مجلس القريه لان فعلا تسونادا هي الوحيده اللي تصلح انها تكون الهوكاجي الخامس بعد جيرا، وبيروح جيرا لناروتو وبيطلب منه ان هو يروح معاه في رحله عشان يدور على تسونادا، ولكن ناروتو بيسأل جيارة هي مين تسونادا ديت، فبيقوله جيارة انها اللي هتكون الهوكاجي الخامس، فبيضايق ناروتو بيقول لجيارة ان انتوا ازاي رايحين تدوروا على الهوكاجي الخامس وانا موجود، وبيرفض ناروتو ان يمشي مع جيارة لاي حته بره القريه، ولكن جيارة بيقول لناروتو ان هو لو مشي معاه هيعلمه تقنيه قويه جدا اقوى من التشودر اللي ساسكي بيستخدمها، وبيفرح ناروتو جدا وبيوافق انه يمشي مع جيارة، وبيحضر كل حاجته وبيبدا جيارة وناروتو انهم يتوجهوا بره القريه عشان يدوروا على تسونادا. وفي نفس الوقت بيدخل اتنين متخفيين لقرية ورقة الشجر، وبيكون هما الاتنين تابعين لمنظمة اسمها الاكاسكو، واللي بيكون كازيميرو نينجا من قرية المطر وبيعتبر نينجا قوي جدا ومعاه صيف قوي جدا، وايتاشي اوتشيها واللي يعتبر اخو ساسكي واللي قتل عشيرة الاوتشيها كلها لوحده، وبيكون هما الاتنين نينجا مرتدين، ومعنى كلمة نينجا مرتدين هما نينجا عملوا جرائم كتير في قريتهم فارتدوا عن القرية ومبقوش يمشوا اوامرها، واي نينجا مرتد يعتبر نينجا خطير جدا وبيهدد خطر في القريه اللي هو موجود فيها، وبيكونوا هما الاتنين جايين وقريه ورقه الشجر مستهدفين ناروتو لانهم عايزين الكيوبي اللي مختوم جواه، وبيقف قدامهم المعلم اسوما والمعلمه كورينا وبيسالوهم هما مين، هما بيعرفوا ان دوت ايتاشي اوتشيها وان دولت نينجا مرتدين بيحاولوا انهم يوقفوهم، ولكن بيلاقوا نفسهم في موقف صعب جدا بسبب قوه ايتاشي اوتشيها وكازيميرو، وقبل ما كازيميرو وايتاشي يقتلوا كورينا واسوما بيظهر كاكاشي وبيحاولوا ان هو يوقفهم باستخدام الشرنجان الخاص بيه، وبيدخل كاكاشي في مواجهه قدام كازيميرو وبيقدر كاكاشي انه ينسى كل حلقات كازيميرو ويستخدمها ضده، ولكن ايتاشي اوتشيها بيطلب من كازيميرو انه يتنحى عشان هو اللي هيهاجم كاكاشي، وبيحاول كاكاشي انه يستخدم الشرنجان عشان يوقع ايتاشي اوتشيها، ولكن ايتاشي بحركه واحده من عينيه بيحط كاكاشي في تقنيه وهم وبيقضي عليه، وبيقع كاكاشي على الارض ومبيبقاش قادر يتحرك وبعد كده بيغمى عليه، وبيكون كازيميرو خلاص هيقضي عليهم كلهم بسيفه، ولكن بيظهر المعلم جاي وبيوقفه، وبيقول كازيميرو الجاي ان دخولك للمعركه رائع جدا ولكن هقضي عليك دلوقتي في ثواني، ولكن ايتاشي بيقول لكازيميرو ان هم مش جايين هنا عشان يحاربوا حد وان هم جايين عشان حاجه معينه والحاجه ديت مش موجوده، وبيمشي كازيميرو وايتاشي رغم ان ايتاشي كان ممكن يقضي عليهم كلهم، وبياخد المعلم جاي كاكاشي لبيته بعد ما اغمى عليه بسبب التقنيه اللي عملها ايتاشي فيه، وبيجي ساسكي عشان يطمن على المعلم كاكاشي بعد ما سمع ان في اتنين نينجا هجموا عليه وخليه يغمى عليه، واول ما بيسمع ساسكي بقيه المعلمين بيتكلموا ان النينجا اللي هجم عليه دوت هو ايتاشي اوتشيها وانه كان جاي عشان ياخد ناروتو، بيتعصب ساسكي بعد ما بيسمعهم وهما بيتكلموا وبيطلع بره بيت المعلم كاكاشي وبيجري بكل قوته ناحيه ناروتو عشان يواجه اخوه ايتاشي ويقتله لان في حقد كبير جدا في قلبه ناحيه اخوه ايتاشي لان اخوه ايتاشي قتل امه وابوه وقتل عشيرة الاوتشيها كلها، ومن الناحية التانية بيقف جيارة وناروتو عشان يرتاحوا في فندق صغير، وبيروح جيارة عشان يتمشى شوية في المدينة وبيسيب ناروتو في غرفة الفندق وهو قاعد متضايق بسبب ان جيارة سابه ومشي، وبيخبط الباب فجأة على ناروتو واول ما بيفتح بيلاقي ايتاشي وكازيميرو واقفين قدامه، وفي الوقت دوت بيظهر ساسكي وبيستخدم التشودر وبيحاول انه يهجم على ايتاشي بكل قوته، ولكن ايتاشي بيمسك ايد ساسكي وبيخلي الضربة بتاعته تيجي في الحيطة بتاعة الفندق، وبيحاول ناروتو انه يستخدم الشاكرا الكيوبي ويساعد ساسكي، ولكن كازيميرو بيمتص كل الشاكرا بالسيف بتاعه، وبيحاول كازيميرو انه يضرب ناروتو بالسيف بتاعه، ولكن فجأة بيظهر ضفدع قدام ناروتو وبيتصدى للضربة بتاعت كازيميرو،
هو بيظهر جيارة وبيقول جيارة لكازيميرو وأوتاشي إن هما مش مستواه وإن هو هيقضي عليهم لو حاولوا إنهم يمسوا ناروتو، ولكن ساسكي بيقف وبيقول لجيارة إن محدش هيقتل إيتاشي غيره هو، وبيحاولوا إنهم يهجم على إيتاشي تاني، ولكن إيتاشي بيفضل يوجه له الضربات وبيستخدم عليه التقنية اللي استخدمها على كاكاشي وبيخليه يغمى عليه، وبيستخدم جيارة التقنية بتاعته وبيغلف المكان كله بمادة لزجة عشان يمنع إيتاشي وكازيميرو إن هما يهربوا. وما بيعرف إيتاشي وكازيميرو إنهم مش هيقدروا يقفوا قدام جيارة، بيحاولوا إنهم يهربوا وبيقدروا فعلا إنهم يهربوا عن طريق فتحة عملوها في المادة اللزجة، وبيستغرب جيارة إن كازيميرو وإيتاشي قدروا يعملوا فتحة في المادة اللزجة، وبيعرف جيارة إن إيتاشي استخدم تقنية قوية جدا عشان يهرب من المادة اللزجة لأن المادة ديت محدش بيقدر يخرج منها. وبيجي في الوقت دوت المعلم جاي اللي كان جاي ورا ساسكي عشان يمنعه، وبيقول المعلم جاي لجيارة إن كاكاشي عنده نفس الحالة اللي عند ساسكي، إن الدكاترة مش عارفين إيه السبب وإن لحد دلوقتي كاكاشي مغمى عليه، فبيقولوا جيارة إن تسونادا هي اللي هتقدر تشفيهم لأنها أقوى نينجا طبي على مر العصور. وبياخد المعلم جاي ساسكي وبيرجع للقرية وبيكمل جيارة ناروتو رحلتهم، وبيبدأ جيارا انه يعلم ناروتو التقنية الجديدة اللي وعدوا بيها واللي بتكون تقنية الراسنجان اللي اخترعها الهوكاج الرابع. بيبدأ ناروتو انه يتعلم التقنية ويتدرب عليها، وبيكون في نفس الوقت جيارا عمال يدور على تسونادا، وبيكون يوم بعد يوم جيارا وناروتو عمالين يتنقلوا عشان يدوروا على تسونادا، وبيكون ناروتو بدأ انه يتقن ازاي يعمل الراسنجان، وبيكون فاضل ناروتو خطوة واحدة بس عشان يقدر ان هو يتقن الراسنجان. وفي نفس الوقت بيلاقي جيارا معلومات عن تسونادا وبيبدأ انه يتوجه للقرية هو وناروتو اللي موجودة فيها تسونادا. واول ما بيوصل جيارا وناروتو للقرية بيسمعوا اهالي القريه بيتكلموا ان في تعبان ضخم هجم على القريه، وبيخمن جيارا ان التعبان دوت تابع لاروتشيمارو، وبيتوجه هو وناروتو للمكان اللي فيه الدمار بتاع التعبان. وبنشوف هنا اروتشيمارو واللي بيكون جاي هو وكابوتو عشان يدوروا على تسونادا، وبيكون اروتشيمارو فعلا قدر انه يلاقي تسونادا وبيطلب منها انها تشفي ايديه اللي ختم على الهوكاج الثالث، وبيقول اروتشيمارو لتسونادا انها لو قدرت انها تستخدم تقنيتها الطبيه وتشفي ايديه هيستخدم تقنيه الادوتنسي ويحيي اخوها وعشيقها اللي ماتوا من زمان. ولكن تسونادا بتكون متردده ومش عارفه تقول ايه، فبيقولها اروتشيمارو ان هو يديها اسبوع قبل ما تفكر. وبيوصل جيارا وناروتو للمكان اللي كان فيه التعبان، ولكن ما بيلاقوش اي حد لان تسونادا بتكون مشيت واروتشيمارو بيكون مشي. وبيجي الليل على جيارا وناروتو وهم عمالين يدوروا على تسونادا طول النهار ولكن ما لقوهاش، وبيدخلوا بار هما الاثنين عشان يرتاحوا شويه عقبال ما يلاقوا مكان يباتوا فيه. واول ما بيدخل جيارا وناروتو بيتفاجئ جيارا ان تسونادا موجوده في نفس البار اللي هما فيه مع مساعدتها اللي اسمها شوزوني، وبيروح جيارا وبيقعد مع تسونادا وبيقول لها على عرض قريه ورقه الشجر وانهم عايزين يعينوها الهوكاج الخامس، ولكن تسونادا بترفض انها تتعين الهوكاجي وبتقول لهم ان لقب الهوكاجي دوت لقب سخيف جدا، وبيتضايق ناروتو من كلامها وبيقول لها ان انت ما تستحقيش ان انت تبقي الهوكاجي، وبيطلب منها ان هو يدخل معاها في النزال، وبتوافق تسونادا انها تدخل في النزال قدام ناروتو لان الطريقه اللي استخدمها هي نفس الطريقه اللي بيستخدمها اخوها اللي مات من زمان. وبيطلعوا بره البار وبتقول تسونادا لناروتو انها تهزمه باستخدام صباع واحد بس، وبيمسك ناروتو كونه وبيهجم على تسونادا، ولكن تسونادا باستخدام صباع واحد بس بتاخد منه الكونه وباستخدام صباعها الثاني بتقدر انها توقعه على الارض. وبتسال تسونادا ناروتو هو ليه بيتحمس دايما اول ما بيسمع لقب الهوكاجي، وبيقول لها ناروتو ان هو حلمه انه يكون الهوكاجي وانه حلمه ان كل الناس تعترف بيه. وبتتصدم تسونادا لان حلم ناروتو هو نفس حلم عشيقها ونفس حلم اخوها، وبيقول لها ناروتو ان هو كمان ما بيستسلمش وبيستخدم الراسنجان وبيهجم ناحيتها، ولكن بتضرب في الارض فبتتكسر الارض وبيقع ناروتو. وبتقول تسونادا ناروتو انها معجبه جدا باصراره وعدم استسلامه، وبتقول تسونادا انها تدخل معاه فرهان، وبتقول ان هو لو قدر يتقن تقنيه الراسنجان خلال اسبوع هتديله قلادة الهوكاج الاول واللي ما بتتقدرش باي ثمن، ولكن ولو ما قدرش انه يفوز في الرهان دوت وما قدرش انه يتقن تقنيه الراسنجان خلال اسبوع هتاخد منه محفظته اللي مليانه بالفلوس. وبيوافق ناروتو على الرهان وبيبدا انه يتدرب كل يوم بالليل على تقنيه الراسنجان. وبتكون تسونادا بتراقبه وبتفتكر عشيقها واخوها، وبتفتكر ان اروتشيمارو قال لها هيحييهم لك بتقنيه الايديتينسو. وبعد مرور اسبوع بيكون جيارا قاعد مع تسونادا وبيحاول انه يقنعها عشان تيجي معاه وتتعين الهوكاج الخامس، ولكن واثناء هما بيتكلموا بتقدم تسونادا مشروب لجيارا وبتكون حاطه جواه مخدر، واول ما بيشرب جيارا المشروب بيغمى عليه وبتروح تسونادا عشان تقابل اروتشيمارو، وبتحاول تشيزوني المساعده بتاعتها انها توقفها، ولكن تسونادا بتقدر انها تضربها وتخليها يغمى عليها، وبتروح تسونادا عشان تقابل اروتشيمارو. وبيجي ناروتو وبيفوق تشيزوني وبتفوق تشيزوني جيارا، وبتحكي تشيزوني لجيارا على عرض اروتشيمارو ان هو قال لتسونادا ان هو هيحيي لها اخوها وهيحيي لها كمان عشيقها عن طريق تقنيه الايديتينسو، ولكن جيارا بيقولها ان اروتشيمارو خبيث وان هو مش هيقدر يعمل التقنيه ديت لان التقنيه ديت بتحتاج تضحيه عشان يعملها.
وبيتوجه جيارا وناروتو وتشيزوني لتسونادا عشان يحموها، وبتكون تسونادا بتواجه المساعد بتاع اراتشيمارو كابوتو بعد ما عرفت ان هو اراتشيمارو ان هو مش هيعمل لها حاجه، وبتكون تسونادا اقوى من كابوتو بكتير وقادره انها تهزمه، ولكن كابوتو كان بيتفادى كل ضرباتها باعجوبه، وبيستخدم كابوتو تقنيته وبيقدر انه يضرب تسونادا في عضلات جسمها وبيخليها مش قادره تتحرك، وبيهجم كابوتو على تسونادا ولكن بيظهر جيارا وناروتو وتشيزوني وبيمنعوه، وبتعافي تسونادا كل الجروح اللي في جسمها عن طريق التقنيه بتاعتها وبتهجم على كابوتو وبتضربه ضربه قوية جدا. بتكون تسونادا خلاص هتقتل كابوتو، ولكن كابوتو بيمسك الكونة وبيجرح ايديه، وبيكون قصد انه يعمل كده لانه عارف ان نقطة ضعف تسونادا انها تشوف دم قدام عينيها، وبيضربها كابوتو ضربة قوية جدا وبيطيرها بعيد، وبيكون ناروتو مش فاهم اي حاجة ومش فاهم هو ليه كابوتو بيحارب بتسونادا، وبيكتشف ناروتو ان عصابة الرأس بتاعت كابوتو مكتوب عليها قارة الصوت، وبيقول كابوتو لناروتو ان هو مش زي من قارة ورقة الشجر انما هو من قارة الصوت التابعة لأراتشيمارو وان هو جاسوس لأراتشيمارو، وبيقول له ان هو دخل قارة ورقة الشجر عشان يجمع معلومات عن ساسكي واللي يعتبر اقوى منه، وبيضايق ناروتو من كلام كابوتو وبيعمل نسخ ظل وبيحاول ان هو يهاجمه، ولكن كابوتو بيدي على كل النسخ الظل بسهوله، وبيحط جيارا خطه وبيقول لتشيزوني انها تكون في مواجهه قدام كابوتو وان هو هيحارب اراتشيمارو وان ناروتو هيحمي تسونادا، وبتبدا المواجهه ما بينهم، وبيستخدم اراتشيمارو تقنيه الاستدعاء وبيستدعي تعبان العملاق، وبيحاول جيارا هو التاني انه يستخدم تقنيه الاستدعاء ولكن بيستدعي ضفدع صغير جدا، وبيكون جيارا مش عارف يتحكم في الشاكرا بتاعته بسبب الدواء اللي ادتهوله تسونادا، وبيحاول ناروتو انه يستخدم تقنيه الاستدعاء ويستدعي ضفدع ولكن بيستدعي ضفدع صغير هو التاني، وبيطارق اراتشيمارو عليهم وبيهجم عليه هو وكابوتو باستخدام التعابين اللي استدعوها، ولكن جيارا بيستخدم كل الشاكرا بتاعته وبيجمع التقنيه وبيخلي التعبان يقف مكانه، ولكن التعبان التاني بيهجم على ناروتو وبياكله، وبتكون تشيزوني في مواجهه قدام كابوتو وبيقدر كابوتو انه يستخدم التقنيه اللي استخدمها على تسونادا وبيشيل حركه تشيزوني وبيضرب تشيزوني وبتقع على الارض، وبيكون كابوتو هيقتل تسونادا، ولكن ناروتو بيكون قدر انه يخرج من جوه بق الافعى وبيقف قدام كابوتو وبياخد الضربه بدل تسونادا، وبيحاول ناروتو بعد كده انه يستخدم الراسنجان وبيهجم بيه على كابوتو، ولكن كابوتو بيقدر انه يسيبه في رجله، وبيبدا كابوتو انه يضرب ناروتو ضربات قويه جدا وبيقول له ان هو يستسلم، ولكن ناروتو بيقف على رجله وبيقول له ان هو ما بيستسلمش وان هو هيفوز بالرهان قدام تسونادا، وبيتضايق كابوتو من كلام ناروتو وبيمسك كورة وبيتوجه ناحية ناروتو عشان يقتله، وبتفضل تسونادا تقول لناروتو انه يقع من وشها وان كده هيموت، ولكن ناروتو بيفضل واقف لحد ما بيجي كابوتو وبيتعاره في ايديه وبيمسك ناروتو ايد كابوتو وبيثبته كويس، وبمساعدة نسخة الظل بيقدر ناروتو انه ينشئ الراسنجان ويضربها في كابوتو، وبيتصاب كابوتو اصابه قويه جدا وبيكون مش قادر يتحرك، وبيقع ناروتو على الارض بسبب استخدام شاكرا كتير جدا وبسبب ان هو اتصاب في عضلات قلبه واللي بتخلي قلبه مش قادر ينبض كويس، وبيكون ناروتو على وشك انه يموت، وبيحاول تسونادا انها تعالج ناروتو وتعالج جروحه، ولكن خلاص بيكون ناروتو بيموت، وبيلاحظ الكيوب اللي جوه ناروتو ان ناروتو خلاص هيموت وان كده هو هيموت معاه، فبيساعد ناروتو وبيمده بشاكرا هايله وبيعالج له كل جروحه، وبيفوق ناروتو وبيمسك القلاده بتاعت تسونادا وبيقول لها ان القلاده ديت بتاعته، وبعد كده بيغمى عليه، وبتحط تسونادا ناروتو وبتديله القلاده بتاعت الهوكاج الاول، وبيكون اراتشيمارو شايف كل اللي حصل وشايف ان ناروتو قدر انه يهزم كابوتو، فبيعرف ان ناروتو هيشكل تهديد ليه في المستقبل فبيقرر ان هو يقتله، وبيمسك جيارا وبيحدفه بعيد وبيهجم على ناروتو عشان يقتله، ولكن تسونادا بتتغلب على خوفها وبتقف قدام اراتشيمارو وبتاخد الضربه بدل ناروتو، وبيسال اراتشيمارو تسونادا يعني بتضحي بنفسها عشان واحد زي دوت، فبتقول له تسونادا انها دلوقتي بقت الهوكاج الخامس وانها بتحمي اهل قريتها، وبتستخدم تسونادا الختم اللي على جسمها وبتشفي كل الجروح اللي موجوده في جسمها، وبيستخدم الاساطير الثلاثه تقنيه الاستدعاء تسونادا وجيارا واراتشيمارو، وبيستدعي اراتشيمارو تعبان ماده وبيستدعي جيارا الضفدع كابونا، وبتستدعي تسونادا الدودا كات، وبدأت معركة بينهم هما الثلاثة، وبتهدف تسونادا الحمض بتاع كاتسو على ماندا، ولكن ماندا بيقدر انه يتفاداه ويمسك كاتسو ماسكه قويه جدا، وبيكون ماندا هياكل كاتسو ولكن جيارا بيجي وبيوقفه، وبيفضل ماندا ماسك كاتسو ماسكه قويه جدا لحد ما كاتسو بتتحول لحتت صغيره جدا، وبيحاول ماندا انه يهجم بعد كده على جيارا، ولكن جيارا بيستخدم تقنيه النار هو والضفدع بتاعه وبيحاول المكان كله لدخان، وبيظهر ماندا من تحت الارض وبيحاول انه يهاجم جيارا ولكن جيارا بيمسكه، ولكن فجاه راتشوارا هو وماندا بيظهروا من تحت الارض وبيكون هياكل جيارا، ولكن تسونادا بتوقفه عن طريق الصيف بتاعها، بيحاول اراتشيمارو انه يهجم على تسونادا ولكن تسونادا بتمسكه وبتفضل تضربه لكمات قويه جدا، وبيقع اراتشيمارو على الارض وبيعرف ان هو مش هيقدر يهزمه وهما الاثنين مع بعض، وبيهرب اراتشيمارو هو وكابوتو وبيقول لهم ان هو عنده طرق كتير جدا هيقدر يصلح بها دراعه، وبعد ما بيتعافى ناروتو نهائيا بيرجع جيارا وناروتو لقريه ورقه الشجر ومعاهم تسونادا وتشيزوني عشان يتم تعيين تسونادا الهوكاج الخامس، وبعد ما بترجع تسونادا للقريه بتستخدم تقنيه العلاج بتاعتها وبتعالج كاكاشي وساسكي، وبعد كده بيكون في نقص في النينجا في القريه بسبب المهمات
المهمات الكتيرة اللي موجودة، تضطر سونادا انها تعين الفريق السابع بدون كاكاشي اللي بيكون في مهمة تانية عشان يروح مهمة خطيرة جدا، وبتكون المهمة ديت انهم هيحموا شخص اثناء خوضه لسباق مهم جدا في القرية بتاعته، وبيطلبوا منهم هيكونوا في حماية واحد من عائلة اوسابي واللي بتقالها سنين كتير جدا ما فازتش بالسباق في القرية بتاعتها، وبيطلبوا من عائلة اوسابي عندها عداوة مع عائلة اسمها روغاراشي واللي بتعين نينجا عشان يهاجموا المتسابق بتاعهم اثناء السباق، وبيطلبوا من السنة دي عائلة اوسابي عائلة نينجا من قريتهم عشان يحموا المتسابق بتاعهم من نينجا عائلة روغاراشي، وبيبدا الفريق السابع رحلتهم ناحية القرية، وهم ماشيين بيلاقوا مطعم فبيدخلوا فيه عشان يرتاحوا، وفي المطعم بيقابلوا واحد اسمه داتي واللي بيقولهم ان هو بيكره النينجا جدا وان هو مش بيحبهم، وبيمشي داتي وبيسيبهم، وبعد ما بيمشي بيفاجئ الفريق السابع ان صاحبة المطعم منزله الفاتوره بتاعته على حسابهم، وبيتضح ان داتي جه اتكلم معاهم واتخانق معاهم كده عشان يقول لصاحبة المطعم ان هم تابعوا، وبيتضايق ناروتو جدا ان واحد زي دوت قدر ان هو يخدعهم، وبيكمل الفريق السابع رحلتهم لارض الشاي، واول ما بيوصلوا بيقابلوا كبير عائلة وسابي، وبيتفاجئ الفريق السابع ان داتي دخل عليهم، وبيتضح ان داتي هو الشخص اللي هم جايهم عشان يحموه، وبيكون ناروتو كاره جدا ان هو يحمي داتي وبيقول لهم ان هو مش عايز يحمي شخص نصب عليهم، وبيجي اليوم اللي هيبدا فيه السباق بتاع ارض الشاي، وبيبدا السباق وبيبدا داتي في السباق ولكن بيتوجه من الناحيه الثانيه، وبيتوقع الفريق السابع ان ممكن داتي يكون هرب من السباق وانه مش عايز يكمل فيه، فبيجري ورا داتي ولكن داتي بيقول لهم ان هو هياخد المينا الشماليه لان المينا الغربيه هتصيبها عاصفه قويه جدا، وبيركبوا المركب، وفي المركب بيعرف الفريق السابع ان داتي هو بيكون الاخ الصغير لايبيكي اللي كان واقف عليهم في امتحانات الجونين، وان داتي كان نينجا في قريه ورقه الشجر ولكن في حاجه حصلت خلته يهرب من القريه، وفي نفس الوقت بيهجم عليهم 3 نينجا من قريه ورقه النطر وبيحاولوا انهم يعطلوا المركب بتاعتهم، واللي بيكون معين الثلاثه نينجا دولت هم عائله لوغراشي عشان يقضوا على ايديتي ويخليه يخسر في السباق، وبتقول ساكورا لايديتي انه يكمل السباق وان هم هيقفوا قدام النينجا دولت، وبيقدر بعد كده ناروتو انه يستخدم الرسنجان بتاعته ويخليها تتفاعل مع العاصفه وتخلي العاصفه تهب على المركب ويقضي على نينجا قريه المطر، بعد كده بيروح الفريق السابع وبيلحق ايديتي فبيلاقي انه ايديتي وقع على الارض ومغمى عليه، وبيهجم عليهم نينجا من قريه المطر اسمه اوي وبيسيبهم بابر مسممه، وبيمشي اوي بيسيبهم وهم على وشك انهم يموتوا بسبب السم اللي بيجري في جسمهم، ولكن ساكورا بتطلع من معاها دواء وبيكون الدواء دوت السونادا هي اللي مدهولها عشان يشفي جروحهم، وبياخدوا كلهم الدواء وبتتشفي كل جروح جسمهم، وبيفوق ايديتي وبيحكي لهم على بقيه القصه اللي كان بيحكيها لهم في المركب، وبيقول لهم ان هو هرب من القريه لان كل القريه افتكرته ان هو مجرم، وبيقول لهم ان اوي اللي حدف عليكم الابر المسممه كان نينجا في قريه ورقه الشجر، وبيقول لهم كمان ان اوي كان المدرب بتاعه، وبيقول لهم ان هو فشل في امتحانات الجونين بسبب ان اخوه ايبيكي كان حاطط امتحان صعب جدا في المرحله بتاعته، ووقتها اتخانقت مع اخويا ايبيكي وفضلت قاعد في الشارع لحد ما جالي اوي وقال ان هو هيقول لي على مكان يديني منه تشاكرا هاليه جدا، وساعتها خلاني اسرق سيف البرق بتاع القريه واسرق كمان بعض المخطوطات المهمه، وده اللي خلى كل اهل القريه متضايقين مني وكمان اخويا ايبيكي متضايق مني، ومن ساعتها وانا سايبت القريه وعايش هنا مع عائلتي عائله وسابي، وبيفهم ناروتو ان ايديتي حصل معاه زي ما حصل معاه بالظبط زي ما موزوكي ساعتها استغله، وبيقرر ناروتو ان هو هيساعد ايديتي عشان يكسب في السباق، وبيشيل ناروتو ايديتي وبيكملوا طلوع للجبل عشان يوصلوا لحافه النهايه بتاعت السباق، ولكن اوي بيظهر تاني وبيهاجم ايديتي بسيف البرق بتاعه، وبيستخدم ناروتو نسخ الظل وبيحاول انه يوقف اوي، ولكن اوي بيقدر انه يقضي على كل نسخ الظل بسيف البرق بتاعه، وبيستخدم ناروتو الراسنجان ولكن اوي بيتصدى ليه عن طريق سيف البرق بتاعه، وفي الوقت ده بيوصل ساسكي وساكورا لارض المعركه، وبيستخدم ساسكي لوتشودر وبيحاول انه يهجم على اوي، ولكن اوي بيتصدى ليه عن طريق سيف البرق بتاعه، ولكن ساسكي بيستخدم الريتشودر مره تانيه وبيعمل شرخ في سيف البرق بتاع اوي، ولكن اوي اصاب ساسكي بجروح خطيره جدا ورماهم فوق الجبل، ولكن ساكورا بتقدر انها تنزل ورا ساسكي وبتقدر انها تنقذه، وبيكون ناروتو شايف كل اللي بيحصل وبيلاحظ الخدش اللي موجود في سيف البرق، فبيستخدم الراسنجان وبيقدر انه يكسر سيف البرق بتاع اوي، بعد كده بيقدر ناروتو انه يهزم اوي بكل سهوله باستخدام الراسنجان، وبيرجع ايديتي تاني للسباق على اخر لحظه وبيقدر انه يفوز في السباق، تفرح عائله وسابي لان بقالهم سنين كتيره جدا ما فوزوش بالسباق بتاع القريه، وبعد كده بيجهز الفريق السابع نفسه عشان يرجع للقريه، وبيكون ايبيكي هو اللي جاي ياخدهم عشان يرجعهم للقريه، وبيكون ايبيكي مبسوط جدا من ناروتو لان هو ساعد اخوه ايديتي، وبيكون ساسكي متضايق جدا لان هو ما قدرش يهزم اوي رغم انه استخدم الريتشودر مرتين، انما ناروتو قدر انه يهزمه بكل سهوله، وبعد ما بيرجع الفريق السابع للقريه بيخش ساسكي المستشفى عشان يتعالج من بعض الجروح اللي حصلت له بسبب اوي، بيجي ناروتو عشان يزور ساسكي هو وساكورا في المستشفى، ولكن ساسكي بيفضل يسخر من ناروتو وبيتحدى في نزال، وبيوافق ناروتو انه يخوض النزال قدام ساسكي
ساسكي، وبيطلعوا هما الاثنين لسطح المستشفى وبيفضلوا يتبادلوا سلسله من اللكمات لحد ما بيستخدم ناروتو الراسنجان وبيستخدم ساسكي التشودري، وقبل ما بيخبطوا في بعضهم بيظهر كاكاشي وبيهدفوا هما الاثنين بعيد، وبيتضح ان التشودري بتاع ساسكي دمرت خزان ميه نهائيا اللي اتحدف عليه، وان الراسنجان بتاع ناروتو ما عملتش غير خدش صغير بس في الخزان، وبيفتكر ساسكي ان هو اقوى من ناروتو، بيسال كاكاشي ناروتو وساسكي هو ايه اللي بيعملوه دوت وهما ليه بيخدوا نزال قدام بعضيهم، ولكن ساسكي ما بيهتمش لكلام كاكاشي وبيجي عشان يمشي، فبيلاقي ان الخزان اللي ناروتو اتحدف عليه اتدمر نهائيا من الناحيه الثانيه، وبيعرف ساسكي ان هو لو كان مكمل في المواجهه ديت قدام ناروتو كان احتمال ان هو يموت او يتصاب باصابات خطيره جدا، وبيتضايق ساسكي جدا ان ناروتو يوم بعد يوم بقى اقوى منه بكتير. الليل بيتقابل ساكورا ناروتو وبتقول له على الختم الملعون اللي حطه اوروتشيمارو على ساسكي، وبتقول ان الختم دوت خطير جدا، وان اوروتشيمارو ساعتها قال ان ساسكي يسعى وراه عشان القوه، وفي نفس الوقت بيكون ساسكي قاعد في الغابه متضايق بسبب اللي حصل معاه وان ناروتو كان قادر على هزيمته، وبيجي له في الوقت دوت المعلم كاكاشي وبيربطه في شجره وبيساله عن سبب غضبه، فبيقول ساسكي لكاكاشي ان هو مش فاهم حاجه وان هو مش هيفهم حاجه وانه ما خسرش كل حاجه زي ما هو خسر كل حاجه، وبيقول له ان عيلته ماتت وكل اللي بيحبهم ماتوا قدام عينيه بسبب اخوه، وان هو هيسعى دايما للانتقام وان هو عايز ينتقم من اخوه، وانه مش هيفهم معنى الحقد اللي موجود في قلبه، وان الحقد دوت مش هينتهي لما ياخد انتقامه ويقتل اخوه، فبيوقفه كاكاشي عن كلامه وبيقول له ان انت ما تفهمش حاجه عن الحقد ولا تفهم حاجه عن الحياه، وبيقول له ان في عالم الشنوبي لازم تخسر حاجات كتير جدا عشان تعيش، وان انت مش الوحيد اللي خسرت حاجات وخسرت ناس بتحبهم، وبيقول له ان هو يشيل فكره الانتقام والحقد دوت من قلبه لان هم مش هيفيدوه، وبيمشي كاكاشي وبيسيبه، وبيظهر فجاه قدام ساسكي اربعه نينجا من قريه الصوت واللي ملقبين بالسام فورد، واللي بيكون اوروتشيمارو بعتهم عشان يجيبوا ساسكي ليه، وبتبدا معركه بينهم وبين ساسكي، وبيحاول ساسكي انه يدافع عن نفسه ولكن كان ضعيف جدا قدامهم، وبيقع ساسكي على الارض ومبقاش قادر يتحرك، وبيقولوا له الاربعه ان هم كانوا في مستواه وفي مستوى ضعفه دوت، وبيقولوا له ان هم بعد ما انضموا لاوروتشيمارو قوتهم اتغيرت وبقوا اقوى، وبيعرضوا عليه ان هو يجي معاهم وينضم لاوروتشيمارو وهو هيديله القوه اللي هو عايزها، وبيقرر ساسكي ان هو هيمشي معاهم ويغادر القريه او يروح لاوروتشيمارو، وبيكون ساسكي قرر القرار دوت بعد ما الحقد سيطر عليه وعرف انه مش هيقدر يهزم اخوه باستخدامه للقوه بتاعته ديت، وانه لازم يسعى ورا القوه عشان يبقى اقوى ويقدر انه ينتقم، وبيجهز ساسكي نفسه وبيخرج بالليل وكل الناس نايمه عشان يهرب من القريه، ولكن ساكورا بتعترض طريقه وبتقوله ان هو ما يمشيش من القريه، تفضل تعيط وبتقوله انها بتحبه وتقوله ان هو مش عايزاه يسعى ورا القوه زي ما اوروتشيمارو قال، ولكن ساسكي بيرفض وبيقول لها ان هو مش بيحبها وان هو مش مهتم بيها اصلا، فبتقوله ساكورا انها تيجي معاه عشان تساعده في الانتقام قدام اخوه، ولكن ساسكي بيقول لها ان هو مش محتاجها وان هي ترجع لبيتها دلوقتي، ولكن ساكورا بتقوله انها تصرخ بقى على صوتها وتخلي كل اهل القريه يصحوا، ولكن ساسكي بيضربها وبيخليها يغمى عليها، وبيغادر ساسكي القريه وبيتجه للسانفورد اللي بيكونوا مستنيينه وبيتوجهوا كلهم لمخبأ اوروتشيمارو، وتاني يوم ما بتعرفت سونانا ان ساسكي غادر بره القريه بتكلف شيكامارو ان هو يعمل فريق ويرجع ساسكي بيه للقريه، وبيجمع شيكامارو فريق وبيكون الفريق دوت متكون من نيجي وتشوجي وروك لي وكيبا وناروتو، وقبل ما بيغادر الفريق القريه بتيجي ساكورا وبتفضل تعيط لناروتو وبتقوله ان هو يرجع ساسكي للقريه وان هو الوحيد اللي هيقدر يعمل كده، وبيوعدها ناروتو وبيقول لها ان انا اوعدك ان انا هرجع ساسكي للقريه، وبيبدا فريق شيكامارو انهم يتوجهوا ورا ساسكي عشان يرجعوه للقريه. ومتنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا بقية حكاية ناروتو وزوماكي.